السلام عليكم، معكم مسد حمري من قناة علي موسى تيكر. فيديو جديد مراجعة أجهزة الكمبيوتر ولواحقها. اليوم عندنا هذه لانتريمون، راحين نفتحوا العلبة تاعها ونشوفوا واش فيها ونشوفوا كيفاش استخداماتها. هذه الطابعة هذه جاتنا من إبسون، ريفيرونس تاعها 3050. فيها لي زوبسيون اللي فيها هذه الطابعة، أول حاجة فيها الواي فاي، لا نقدر نبريمو سون فيل من بعيد من لي بورتاب من اي حاجه سون فيل. ثاني حاجه برنت امبريمونت، ثالث حاجه فيها فوتوكوبي، رابع حاجه فيها اسكانر. بون والميزه اللي في هذه الطابعه انها ايكو تينك، يعني كلمه ايكو هذه حاجه اقتصاديه، وتينك هو لي كارتوش يعني اقتصاديه في الكارتوش. ديسك هذه الامبريمونت هذه كي تلقاو تينك هكا تسمى لي كارتوش هذو يتشارجاو هاهم ليك نشريوهم. هذا الحبر هذا نشريوه ونعمروه ونخدمو بها. بون هاو ليك الخزانة تاعها كيف نحطو فيها من الحبر او منا كيف تضو. بو هاي تقول لك هي من هنا. بالنسبة لي كارتوش هادو اللي فيها راحين يمبريميو لك 664 كولر و 664 انوار، يعني هذو لي كارتوش اللي يجيو معاها. وهذه هي بون فيها بزاف لي زوبسيون، ما عادش نحكي ما عادش نقول عليهم كيفاه هذوك. بالنسبه للسعر تاعها كيما راكم تشوفوا درك عاد تدير بالك واحد 3 ملايين ونص درك، لان حنا شريناها شويه قبل كانت طايحه على هكا شويه. بون نفكوها ونشوفوا واش كاينه في الطبيعه هذه. ايه 350 هاي ليك سيري، نطيحو فيهم هاملين. هادو زوز غراتوي، مدوهم لنا غراتوي هاوليك. واحد فيهم يهز يمبريمي ليك 664 باجا. الامبريمون تاعنا هاي ليك جات بكابل عادي هاي ليك. بون هذا نوار عليك بلاك، هذا نوار وهذا زرق وهذا اصفر وهذا احمر، هذو هما اللي معاها والاخرين غراتوي. بون هبطوا شويه للكاميرا باش نقدروا نصوروا الامبريمونت. بون خرجوا الامبريمونت من الصاكيه. نبداو نحيو هذا الكارت الزرق هذا اللي ما نحتاجوش في هذا باش نبريمون تاعنا. لي بابي منو يخرجوا من تحت نورمالمون هكذا. من هنا يخرجوا لي بابي، من هنا يدخلوا. هاي يقول لك تحط اكات هاي ليك و ال تي ار هذوك الصغار شويه. ديروا لها المونطاسيون شوفوها كيفاش تخدم. وبعد ما حطينا لها المونطاسيون راح نشعلوها. عندنا هذا الكوموند هذا هاي ليك يطلع هكذا يتكرشا. هي تشعل من هنا هاي ليك بوطون هذا تشعل تك عليه تشعل. بون كي تشعل أول مرة، بون أنا درتها ديجا، كي تشعل أول مرة قبل ما تشعلها راح تحط الكارطوش، راح تعمر منا تفك هادو، هاوليك منا شوف، هادو تفك هادو ليزيرفوار، وتعمرها لي كارطوش. بون لي كارطوش راه مساهلين خلاص، راح تفك، تفك الكارطوش وتلقى واحد واحد تقصو، وتركب البوشون هذا. هاي كي تفكها منا راح تلقى واحد الجوا هكا واحد الغلاف هكا مداير تنحيه سهلة، وتعمر لي كارطوش تاعك لهنا سامبل خلاص خليهم تعمر وحدين نورمال. واش هو تحط لك حرف لك بحال الزرق في الزرق الاحمر في الاحمر والاصفر في الاصفر. بو عندك لي كارطوش هادو هامليك كلهم ليك كل وحدة كلها تاعها، وعندك زوج
ودو كارطوش مدوهم لنا غراتوي انوار بون نحطهم لهنا في الريزرفوار راح يتعمر الريزرفوار بون تفرمي تشعلها بون هنا عمرتها من قبل باش على بالي خاطر تاكل وقت تفرمي وتشعلها بون بعد ما تشعلها دير حسابك بعد ما تشعلها تقعد لك حوالي 25 دقيقة لازمك تقول ما تقلقش تصبر 25 دقيقة وهي تخدم هذيك تروح جاية جاية رايحة جاية ديرها تصوت تصوت حتى تشعل اللمبة الخضراء هذه هايليك باور هذه كي تولي خضراء تسمى الوحدة تاعنا راهي جاهزة هام لك دوك باينين هذا تاع الباور هذا قلنا تاع الواي فاي هذا تقعدوا متكاين متكين عليه يخرج لنا 3 باج وفيهم المعلومات تاعها كامله وفيها نبغى المود باس تاع الواي فاي تاعها باش كي نكون كتيوها نسحقوا المود باس يديمونديو علينا اونكا هذه باش نديروا فوتوكوبي نواري بلون هذه باش نديروا فوتوكوبي كولير نشكيو عليهم في زوز راه يدير لنا سكانر وهذه باش تخرج لنا لا باج ولا كيما نقولوا فاندور كري كارطوش ولا حاجه ولا تحصل لك الكيرن باش ديرها هذه تتك عليها بون هذه بون هذو هما لي بوطون اللي كاينين هنا درك بون ما عادش نخدموا بهم درك مسكه هنا درك باش نوريوها با كيف نركبوها كيف في الكيرن الكارطون وشو لي زوبسيون اللي فيها قلنا فيها الواي فاي ما فيهاش واي فاي ديريكت فيها واي فاي فيهاش واي فاي ديريكت باش نتفاهموا باسكو الواي فاي ديريكت واش هو في الواي فاي ديريكت انك تعود تمبريمي منها من باكزومبل من البورطاب فيها هي ديريكت اوتوماتيك بلا ما تسحق راوتر درك لهنا في هذه لازمنا نسحقوا راوتر باسكو الراوتر هو اللي يعرفها ومن بعد الراوتر عاد يبارطاجيها لنا للبورطاب ولا للميكرو سون فيل هذه هي كيف خدمة الواحد هذه باسكو ما فيهاش واي فاي ديريكت بو هذه بكون ما فيهاش فيها غير واي فاي برك راح نخدموا بها غير مع الراوتر بلا راوتر نخدموا بها شغل ما تصلحلناش وحديها مع البورطاب ديالك لازمنا الراوتر اللي عنده راوتر في الدار يقدر يستعملها عادي جدا غنوريكم كيفاش كونيكتيوها في الراوتر وكيفاش نعاودو نخدمو بها في البورطاب الفيديو جاي ان شاء الله في الفيديو في البورطاب وفي الميكرو سون فيل هذه علاه مليحة ان سون فيل انك مكانش متكونش مرتبطة متكونش مرتبطة بالكابل هذاك بالميكرو ديما لاصقة في نص الميكرو كيما نقولو نحبو نبريمو حاجة بالبورطاب ولا حاجة لازم نعاود نحاولو نقلوها للميكرو باش عاود نبريموها هذه ديريكت اوتوماتيك تمبريميها لك ولا تسكاني حاجة تاني تحط لهنا هاي لك تحط اي حاجة لهنا تسكانيها تحطها تسكانيها في الميكرو ولا في البورطاب لابليكاسيون غنوريكم لابليكاسيون وكاين واحد البروغرام يجي معاها بعدا نوريكم كيف تيليشارجيوها كيف تخدمو بيه بون هادي لي كارطوش راه هضرنا عليهم كيف نشارجيو مع هادو راه الورا هادو هاهم لي كيتخباو ولا نفكوهم هادو هاوليك باش نحطو لي بابي لهنا هاهم ليك لي بابي تاعنا وعندك الحجر هذا باش كيخرجو لي بابي باش دير لي بابي ما كيخرجش في الارض بون تخدم كيما قلنا تخدموا بها بالكابل اوتوماتيك مع الميكرو ما هنا ما عادش نستعمل بس هي عاديه ما عادش نوريو حاجه سامبل هذه هذا هو ان شاء الله اللي جا في الفيديو تاع المره هذه ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله بربي راه ندير لكم كيفاش نخرجوا الواي فاي تاعها كيفاش كونكتيوها مع الراوتر وكيفاش نبريمو بها ولا نسكانيو بها من الميكرو سون فيل ولا من البورطاب سون فيل بون هذا واش كان في الفيديو تاع اليوم ما تنساوناش بالاشتراك وما تنساوش الإعجاب ومشاركة الأصدقاء السلام عليكم